السلام عليكم الخوت والحباب، معكم الفنان شعبي أديب الحتاوي. بهذه المناسبة ديال هذا الفيديو هذا اللي هو واحد الميساج وميساج زوين لشي ناس اللي كان عاشوا ذاك المشكل ديال نيبا وظهير وكانوا شي مشاكل صغيرة وداك شي. الحمد لله سمعنا بأنه دخلوا شي ناس، ودوك الناس اللي بعقلهم وداروا الصلح ما بين هاد جوج الناس. وحنا ما تنهضروش على نيبا وعلى ظاهر كاد الناس خارقين للعاده ولا شي ناس اللي ما كاينينش وشي ناس ما عرفتش شنو تيديروا لينا ولا ما عرفتش شنو يديروا لنا. بالعكس، هاد الناس هادو ناس بسطاء، ناس عاديين بحالنا بحالهم، مي غير داك البسط ديالهم وداك الشيء ديالهم خلى شي ناس تيعجبوهم وتيبغيوهم وتيديروا. المهم اللي كان نهار هضرنا على المشكل هو بانه هاد الناس هادو راهم كخوت كعائله كاصدقاء، راهم كبروا بجوج، عندهم وليدات ديالهم، عندهم عائلات ديالهم، ما كاينلاش يوصلوا لشي مستوى اللي غادي يخليو ناس اخرين يضحكوا عليهم ولا ناس يشوفوا فيهم واحد الشوفه اللي خيبه. والحمد لله سمعنا بانه دابا راه نيبا وظاهر الحمد لله الامور ديالهم تقادات وتم الصلح بيناتهم، وهذه احسن حاجه تنقولها. ودابا هذه شحال في الساعه؟ دابا هذه شي 11 ديال الليل، يلاه كيجاني واحد الميساج بانه هاد الناس راهم رجعوا كيف كانوا. وتنقول لهم زعما تبارك الله عليكم، هذه هي الشهامه ديال المغاربه، والانسان ما خصوش يدخل في شي دوامات تافهين على والو، حيت نتوما خوت وانتوما صحاب. وغير هذا الشيء كامل بغيت نصيفط واحد الميساج للبنت نيبا من عند اديب الحتاوي، اللي ما بغيتهاش تقلق عليا وما بغيتهاش تعرف بانه راه صحابها، راه انا قلت شي حاجه في حق نيبا اللي غادي تمس بالكرامه ديالو ولا غادي تمس بالقيمه ديالو. ناي بالعكس، هذيك ما كايناش لا هو لا ظاهر. احنا ما تنعرفوش شنو بيناتهم، هذوك خوت وصحاب وكبروا مع بعضياتهم. حنا كنا بغينا غير ندخلوا بخيط ابيض وما بغيناهمش يطيحوا في واحد الدوامه وواحد المستنقع ديال شي دراري صغار اللي غادي يضحكوا عليهم واللي غادي يخليهم يوصلوا لهذا المستوى. وخلاو الناس بزاف اللي ما تعرفوهمش شكون هما، يا ما تعرفوش الاصل ديالهم وما تعرفوش العلاقه ديالهم بيناتهم، توصلوا لهذا الشيء اللي وصلوا ليه. ولكن دابا الحمد لله فسمعنا هذا الشيء، تنتمنوا بانه العلاقه ديالهم تتم وتكمل ويكمل المشروع ديالهم اللي كانوا غاديين فيه، وداك البسط ديالهم وداك الضحك ديالهم. مي حاجه واحده نتمنى ما يبقاوش يسمعوا لتحد اخر كما بغى يكون. وتحيه ليك اخويا نيبا، وتحيه ليك اخويا ظهير. والاهم في هذا الشيء كامل، نهار تكون بيناتكم شي حاجه حاولوا تحلوها بيناتكم باش ما يبقاش داك القيل والقال وهذا الدا وهذا ما داش وهذا الدا، وتبقاو تسمعوا شي كلام اللي غادي يقلقوا العائلات. من عندي انا اديب الحداوي تنقول لكم، ومن هولندا تنقول لكم تبارك الله الخويا نبيل مول الكلب، تبارك الله على كاع الناس كاملين اللي دخلوا ومشاو دخلوا بخيط ابيض وصالحوا هاد الناس. هذه هي اهم حاجه، حيت اليوتيوب غادي يفوت، انستغرام غادي يفوت، فيسبوك غادي يفوت، كلشي تيفوت، ولكن اللي تدوم العلاقات وتدوم الصحبه وتدوم العائلات. تحيه لكم عند اديب الحتاوي ومن هولندا، تنقول لكم نيبا خويا ظاهر الله يخليكم ديما مجموعين، تبارك الله عليكم.